وفي الختام وهي طرفة، بما أننا سمعنا هذا الشاعر السنغالي وأنا رأيت من في الخارج ممن هم ليسوا من السنغال فقط، وإنما كما ذكر من 200 دولة فيهم العربي والعجمي، يذكرني ذلك بما ذكره أبو حاتم البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وهو في القرن الرابع، حينما ذكر أحد التجار الهنود قد قدم على أحد الأمراء فأراد أن يذكره بخير ويثني عليه بلغته الهندية القديمة، فقال له بهذه الرواية: أره أصره ككراك أندره مندره. فقال الأمير: ماذا يريد؟ قال: إنه يقول: إذا المكارم في آفاقنا ذكرت فإنما بك فيها يضرب المثل. وشكرا.